النهاردة بإذن الله هنشرح الدرس الثالث في المحور الأول اللي بيتكلم عن التواصل عبر الإنترنت. طبعا كالعادة هيكون في عندنا نقاط للمشاركة، يعني لو سألت سؤال وقلت اللي عايز يجاوب يرفع إيده، فأنا هاخد من اللي بيرفعوا إيديهم دول وهديلهم نقط للمشاركة، وطبعا ده بيتقال على الجروب إن فلان ده كان أكتر واحد بيشارك في الحصة. عايزة بقى حد يقولي يعني ايه كلمة تواصل عبر الانترنت؟ طبعا ما حدش بيتكلم من غير ما بيرفع ايده. جاي ده اتفضلي. التواصل عبر الإنترنت إن احنا نكلم حد عبر الإنترنت أو نكلم أو نتواصل مع حد، زي أنا جايداء بتواصل مع تيتشر بسملة على الإنترنت من خلال ممتاز. واتساب، ماسنجر، أي حاجة. صح، برافو عليكي. ان انا اتواصل مع حد عبر الانترنت، زي مثلا ان انا اكلم التيتشر بتاعتي. شطورة يا زيداء. تعالوا بقى دلوقتي نشوف مين احنا ممكن نكلمه عبر الانترنت. اول حاجه، لو انا بتكلم زي ما جايدة قالت لي كده مع التيتشر بتاعي، زي مثلا بكلم تيتشر بسملة، فكده انا بكلم المدرس بتاعي. او لو انا بتكلم مع شخص مسؤول، زي مثلا بتكلم مع اداره جينيس اكاديمي، فساعتها ده كده شخص مسؤول او المدرس بتاعي. فهل انا هكلم المدرس بتاعي او هكلم الشخص المسؤول ده زي ما بكلم صحابي؟ اكيد طبعا لا. لو بكلم المدرس او بكلم شخص مسؤول، فالمفروض استخدم القاب، يعني اقول مثلا مس، اقول ماستر، اقول استاذ، وهكذا. فلازم نستخدم القاب. ولو بنستخدم مثلا ايميل، فالايميل بيكون حاجة رسمية اكتر شوية، فبنستخدم كلمة السيد فلان او السيدة فلانة او الدكتور او الدكتورة. وطبعا مش بنهزر خالص في اي ايميل او حاجة رسمية مبعوثة للمدرس او مبعوثة لشخص مسؤول. يعني ما ينفعش اني انا ابعت لحد اكبر مني عشان اهزر معاه، ده طبعا غير مقبول تماما. طيب لو انا بتكلم، عندي سؤال، اتفضلي يا جايداء. لو هبعت مثلا رسالة شكر أو حاجة للمعلم، مش خاصة بالدرس ولا أي حاجة، دي برضو عادي؟ هي عادي، بس هو بيقولك لازم تتجنبي الأسلوب الفكاهي، يعني مينفعش تبعتيله وتهزري معاه. ما ينفعش طبعا. أكيد، برافو عليكي. يعني ايه مش ما ينفعش ابعتيلي؟ اذا حليتي ان ما ينفعش يعني ان انا اقول يعني. يعني تتكلمي مع المدرس بأسلوب ساخر كأنك بتكلمي حد من صحابك. لا ما ينفعش. أوكي. طب لو انا بتكلم مع حد انا ما اعرفوش، بكلم حد يعني لاول مره، فالمفروض اول حاجه اني انا اعرف نفسي. مثلا المس قالت ان في مشروع، والمشروع ده عباره عن مجموعات، فانا قلت ان المجموعه الاولى هيكون فيها جايداء ودان، ومثلا على سبيل المثال جايداء ما تعرفش دان، فهي كده بتكلمها لاول مره. جايداء ركزي معايا، فهي كده بتكلمها لاول مره. لا حبيبتي عادي، كملي كملي اكلك، بس قصدي كوني مركزه معايا يعني. مركزة. فدلوقتي المفروض لما جايداء تبعت المسج لدان، اول حاجه تعملها ان هي تعرف نفسها، يعني ما تبداش كده في الموضوع على طول وتقول لها هنعمل ايه. لا طبعا لازم تقول لها مثلا انا جايداء اللي معاكي في حصه التكنولوجيا اللي المس طلبت مني اني اكون معاكي. وتاني حاجه نكون واضحين ايه هو الموضوع اللي هنتكلم فيه، يعني تدخلي في الموضوع على طول وتقولي لها يا دان انا بكلمك بخصوص مشروع التكنولوجيا، وتقولي لها في اول حاجه في اول جمله ايه سبب ارسال الرساله، زي ما احنا لسه ذاكرين دلوقتي كده. طيب لو انا بكلم زميلي او حد انا عارفه كويس، قصدي زميل معايا في المدرسه بس انا معرفوش كويس، اتفضل يا عمر. اتفضل يا عمر. مش عارفة،
على شخص رمي قابلكم من قبل، ماشي. زي مثلا اتعرفت واحد في السوشيال ميديا واتعرفت عليه وكلمته واتفقنا ان احنا نتقابل في مكان، مثلا اتقابلنا في المكان ده وخلاص بقى اتعرفنا، عارف عن نفسك تكون واضح بشأن الموضوع. يعني مثلا كان صاحبي من زمان اوكي وشفته عندي في الواتساب، بس يعني كان قديم تحت قوي يعني. بس ده كده حد انت عارفه، ده كده مش حد انت مش عارفه، ده كده حد انت عارفه قبل كده. اوكي تمام. اوكي ممكن تنزل ايدك. لو انا بقى بكلم حد معايا مثلا في الدرس بس انا معرفوش قوي، يعني مثلا خالد جايداء عارفه دان بس هي مش عارفاها كويس، فالمفروض ان انا لما اجي اتكلم معاها انده لها باسمها، يعني ما اختصرش اسمها ولا دلعها ولا اقول لها اسم دلع، لان ده طبعا مش صح لان احنا لسه ما نعرفش بعض. طيب لو انا بقى بكلم حد من عيلتي او بكلم حد انا عارفاه كويس، مفروض ان انا او يعني حد من صحابي بس انا عارفه كويس، عادي بقى جدا ان انت تستخدم اسم مستعار، عادي ان انت تختصر اسمه، وعادي ان انت تندهله باسم تاني، مفيش اي مشكلة لان انتوا كده كده ايه اصحاب. وكمان ممكن او عادي لو انت مكلمتوش باسلوب رسمي، يعني ولا بقى القاب ولا ان انت تكلمه باسلوب معين، لا عادي جدا مفيش اي مشكلة. بس سواء كنت انت بتكلم المدرس بتاعك او بتكلم حد انت متعرفوش او حد ما قابلتوش او حتى حد انت عارفه كويس جدا، فكل ده لازم ان انت تكون مؤدب في التواصل. يعني مش معنى ان احنا مثلا هننده للناس باسماء مستعاره ان احنا عادي نقول اي حاجه، كل حاجه وليها طبعا حدود وكل حاجه لازم تكون في اداب التواصل. ممكن حد بقى يرفع ايده ويقول لي ممكن تكون ايه من اداب التواصل؟ حد عارف غير جيداء ولا جيداء هتقول كل النقط؟ لا رؤى، يلا يا رؤى. احترام يعني آرائهم. برافو انت زي رؤى، احترام الآراء. الزهراء لسه عارفة لما سمعت سؤال كويس وأسأل. الزهراء السؤال كان ايه ممكن يكون من آداب التواصل؟ أنا بقول التمتع بالأخلاق الحميدة. التمتع بالأخلاق الحميدة. برافو عليكي يا جيدة يا زهراء. معلش يمس لا والتواصل محدش عبر محدش الإنترنت. بيجاوب يا شباب، محدش بيجاوب من غير ما يكون بنده على اسمه. معلش اللي جاوب ينزل ايده علشان بس اشوف مين لسه ما جاوبش. عمر نعم يا مس، قول يا عمر، رافع ايدك انت. كنت هقول حاجة بس في حد غيري قالها. اوكي خلاص بس في واحدة بس أنا مش متأكد منها. ماشي قول عادي. عرض وجهة نظرك؟ ايه؟ عرض وجهة النظر؟ لا دي مش من آداب التواصل، لأن ممكن عادي إن أنت تعرض وجهة نظرك بس بطريقة مش كويسة. في حد جاوب واسمه مش باين على البورد؟ جوري اتفضلي يا جوري. وكمان هو استخدم عبارات لطيفة مش جاية في الكلام. صح برافو عليك، استخدام العبارات اللطيفة شطور. اتفضلي يا بيسان. بيسان نعم انت رافعة ايدك يا حبيبي. لو كنا هنستنى في أي تواصل. ايه؟ أن أكون هنستنى في أي تواصل. ايوه ما احنا بقى كنا بنسأل ازاي ممكن نكون مؤدبين في التواصل.
بين يعني اللي هو مثلا لو صديق أو حد من أفراد أسرتي، المفروض لو هلقبه ألقبه بألقاب، يعني لو هدلعه أو هلقبه بألقاب رسمية، إنما ألقبه بألقاب كويسة مش ألقبه صح، بألقاب مش كويسة. برافو عليكي ان انا ما اختارش لحد اسمه مستعار هو مش بيحبه. عمر ولا عمار اللي رافعين ايده؟ عمار يا مس، طيب اتفضل يا عمار. اتكلم بطريقة لطيفة. نحن نتكلم مع الناس بطريقة لطيفة، برافو عليكي يا عمار. في ناس ما رفعتش ايدها خالص. عبد المنعم اتفضل. على فكرة أنا اسمي A M M A R. ماشي يا مس أجاوب، أقول لك اتفضل يا حبيبي. يعني ما نتكلمش عن الناس من ورا ظهرهم. صح، برافو عليك. من آداب التواصل فعلا هو اني انا ما نمش على حد. يا مس عندي سؤال تاني، اتفضل. وفي ناس يا مس ما تجيبش سيرة أي أو ما حد في أي. نتنمرش برضه على حد. صح، برافو عليك، وان احنا برضو ما نتنمرش. ممتاز يا عبد المنعم. خلاص يا شباب، ننزل ايدنا عشان نكمل الحصة. لسه في لا انا عارفة ان لسه فيه اكيد، بس علشان لازم نكمل الحصة. احنا كده لسه خلاص جبت واحدة. قلنا اغلب الحاجات اللي المفروض ان احنا نقولها. نكمل. كمان بيقول ان انت لو عايز تتواصل مع حد فالافضل ان احنا نتواصل معاه عن طريق الفيديو، لان عبر الفيديو المشاعر بتبان اكتر وانفعالات بتبان اكتر، لكن عن طريق الرسائل النصية مش دايما بيكون باين ايه هو مشاعر الشخص ده او طريقة تعبيره عن الكلام ده. بعد كده بيقول لي ان في حاجة اسمها التواصل الايجابي عبر الانترنت. تواصل ايجابي عبر الانترنت معناها ايه؟ معناها ان احنا دلوقتي مش عارفين ان احنا نعبر عن نفسنا بشكل كافي بسبب ان احنا بنتكلم على الانترنت. فالحل هنا هو ان انت تكون ايجابي وانت بتتواصل علشان ما حدش يفهمك بطريقة سلبية. ازاي بقى ممكن نعمل ده؟ لا شباب شباب، نعمل ميوت طالما بنتكلم في خارج الحصة. تمام. تمام. اول حاجة يا حبيبي اعمل طالما احنا عايزين نتواصل بطريقة ايجابية علشان ما حدش يسيء فهمنا ويفهم ان احنا بنتكلم بطريقة سلبية، اول حاجة نستخدم الكلمات الإيجابية. يعني إيه نستخدم كلمات إيجابية؟ يعني دايما أستخدم كلمات زي مثلا أنا هعرف أعمل كده، أيوه هنعمل كده. ما استخدمش أبدا كلمات سلبية زي لا مش هنعمل، مش هنعرف نعملها، أو للأسف الحاجة دي مش طبيعية، أو مش هنعرف إن احنا نعملها بسهولة. دايما نشجع اللي حوالينا ونفهمهم إن الحاجة بإذن الله سهلة وبإذن الله هتتعمل. تاني حاجة هو كن حواريا، يعني اتكلم بجمل بسيطة وكلمات الناس عارفاها، عشان في بعض الناس بتكون فاهمة ان هم لما يستخدموا كلمات صعبة او لما يستخدموا كلمات كبيرة ومحدش فاهمها غيرهم ان هم كده بيبانوا ان هم اذكى او ان هم معروفين اكتر. المفروض العكس، المفروض نستخدم اختصارات وحاجات مألوفة للناس ونركب الجمل نفسها تبقى جمل بسيطة وفي نفس الوقت ما تكونش فيها أي غلطة. كمان هيكون كويس لو احنا ضفنا
رموز تعبيرية اللي هي الايموجيز، عشان دي بتعبر اكتر عن شعورك انت وبتعبر عن النبرة بتاعتك. كمان ممكن ان انت تستخدم رمز واحد بس او اتنين من الرموز لو انت في موقف رسمي، ولكن طبعا مع صحابك عادي ممكن ان انت تستخدم كل الايموجيز، مفيش مشكلة. ولو انت مش متأكد من الشخص اللي انت بتكلمه هيكون رد فعله ايه، فالافضل ان انت ما تستخدمهاش. يعني هنا بيقولك كمان ان انت لو في حاجة رسمية، فلو الشخص اللي قدامك ما استخدمهاش انت كمان ما تستخدمهاش. نيجي لاستخدام العبارات الإيجابية في البداية والنهاية. يعني ان انا استخدم عبارات ايجابيه زي مثلا ان انا ابدا ب ازيك انت عامل ايه، او ان انا لقيت فكره كويسه لمشروعنا، او مثلا اجازه سعيده وبعدين نبدا نتكلم. اخر حاجه في ان انت تكون بتتكلم بشكل ايجابي هو ان انت تفترض الاحسن. زي ما قلنا كده ما نذكرش دايما كلام زي احنا مش هنقدر نعمل، لا دايما نفترض الأفضل عشان ما يحصلش سوء تفاهم. وكمان لو حد تاني بيكلمنا فإحنا دايما ما نحاولش إن احنا نفهمه بشكل غلط، نحاول إن احنا نفترض إن هو قصده كويس وإن ده بس السبب إن احنا مش شايفين. وعليكم السلام ورحمة الله يا همس، داخلة متأخرة ليه؟ معلش ممكن نقول قط أوكي يا حبيبي. طيب يا همس، علشان زمايلك كلهم اتسألوا فانتي طبعا لازم تتسألي عشان يتحطلك الجريد. مبدئيا يا همس، هو انتي ما سلمتيش الواجب بتاعك صح؟ أيوه ليه يا كوكي؟ ممكن يصير مش عمالة أقولك على جروب التليجرام بعتلي الكتاب والراجل بيمس حضرتك ما بتكتبيش عليا. هو الكتاب نزل اصلا يا حبيبي. طيب يا همس قوليلي، قوليلي يا همس، يعني ايه المواطنة الرقمية؟ قوليلي يعني ايه المواطنة الرقمية؟ همس انت سامعاني؟ بيت حبيبي سامعني؟ اه انا سامعاكي، قولي لي يعني ايه مواطنة رقمية؟ ما معرفش ذاكر، ما عرفتش ذاكر الدرس اللي لسه بنوع ده، ما معيش كتاب. اوكي يا همس. طيب تاني حاجة عندنا في افتراض الأفضل هو إن احنا دايما نحاول نفهم الشخص نفسه بيقول إيه، ما نحاولش بس إن احنا نفترض سوء النية أو إن نقول لأ ده هو كان قصده إن هو يتكلم معايا بأسلوب وحش. دايما نحاول نفهم الكلام الأول. ده كده بالنسبة للدرس التالت. تعالوا بقى دلوقتي نحل مع بعض نفس الكلام برضو بالظبط، هنقرأ السؤال وبعدين هنشوف مين يجاوب. طبعا هنقرأ السؤال واللي عارف هيرفع ايده. لا احنا لسه مقرأناش السؤال اصلا. هنا أول سؤال بيقول: واجهت صعوبة في فهم درس ما وتريد أن تتواصل مع معلمك لتطلب منه مساعدتك على فهم هذا الدرس، اختر وسيلة
وسيلة التواصل التي ستستخدمها للتواصل مع معلمك، وطبعا هتقول السبب، يعني اللي هيختار هيقول السبب. عمر، عمر وعمر يا مس، عمر ولا واحدة عمار؟ وعمر واحدة. لا عمر، انا عايز عمر اللي يجاوب. من ال يعني أكلمه من أي جهاز؟ قصدي حضرتك جهاز ايه؟ وليه؟ هقول لك. لا هو حاطط عندك اختيارات، رسالة بريد الكتروني، ولا رسالة على موقع التواصل الاجتماعي، ولا رسالة نصية؟ أرسلها على موقع التواصل الاجتماعي. رسالة على موقع التواصل الاجتماعي. للأسف غلط. لا لحظة لحظة، رسالة مش حاجة نصية. عمار يقول يا مس؟ لأ ليه؟ يلا يا عمر، عارف مش ولا علي لأ؟ عمار يجاوب. عمر عارف ولا أيوة لأ؟ رسالة نصية. للأسف هو بقى الاختيار الثالث اللي انت مخترتوش. الناس اللي ما رفعتش ايدها خالص النهارده. أنا مش كنت هقول بريد إلكتروني. هي المفروض رسالة بريد إلكتروني. أيوة بس حضرتك قلتي إن أنا ما جاوبش يعني. بس ايوه عشان انت جاوبت قبل كده. طيب يا ريت بس باقي الناس كمان تبقى بترفع ايدها، لان في ناس ما رفعتش ايدها خالص من اول الحصة. ناخد مثلا دان. قولي نعم، لي يا دان سبب الاختيار. لأنه ده الطريقة الرسمية. تمام، لأنها طريقة هعرف رسمية. أشرح برافو عليك، للتيتشر. صح، برافو عليك أنا يا دان، الطريقة الرسمية لأنها طريقة ما رسمية. ينفعش أتكلم على رسالة نصية أو حاجة زي كده، لأنها مش رسمية. صح، برافو عليك. طيب السؤال اللي بعده، ممكن نتكلم مع أسلوب حلو جدا، أسلوب لطيف. شباب نقفل المايك. ماشي، بس ما خدتش بالي. ماشي حبيبي. طيب هنقرأ السؤال اللي بعده، والناس اللي مش عايزة تجاوب عليه تنزل ايدها، عشان بس في ناس كتيرة رفع ايدها. ما أهمية أسلوبك في الكتابة أو الكلام عند التواصل عبر الإنترنت؟ لسه الناس كلها رفع ايدها. طب زهراء، إيه، انا اتكلم بطريقه ايجابيه عشان ما بقيش التاني ان انا بتنمر عليه. صح، برافو عليكي يا زهراء. شطور. نفس الكلام برضو، هنقرأ السؤال، ولو في حد رافع ايده وحاسس انه مش عارف السؤال ده فورا ينزل ايده. كيف يمكن للموظفين استخدام هذه المعلومات عند التواصل مع رؤسائهم وزملائهم في العمل؟ لسه الناس رفع ايدها. لا، في ناس نزلت ايدها. أنا فاهمة أنا فاهمة. ثواني، جيداء، نكلمهم بطريقة كويسة، ما نستخدمش الأسلوب الفكاهي معاهم، ونستخدم ألقاب زي سيد السيدة ده مع الرؤساء، صح، شاطرة يا زيداء. لكن مع الزملاء اللي أنا مش عارفهم بقول اسمه الكامل من دون اختصارات ولا اسم دلع. شطورة، ممتازة يا زيداء. دلوقتي برضو هقرأ السؤال ونشوف اللي عارفه يرفع ايده. بيقول اختر وسيلة للتواصل عبر الانترنت التي ستستخدمها، واشرح سبب خياراتك
أنت تريد أن تسأل معلمك عما إذا كان يمكنه مساعدتك على أحد الواجبات. اللي مش عارف ينزل إيده. رؤى، يعني هنختار مثلا الواتساب. المفروض بقى أنت تقولي لي اه نختار كذا. هنختار الواتساب. لذيذة. لا مش بس لا مش الواتساب، طب قولي يا رؤى. بريد الكتروني. ماشي، تمام. اقول له انا يا مس ريحانة. لا لا خلاص رؤى قالت البريد الإلكتروني. صح يا رؤى، برافو عليكي. مس، هي تنفع زوم؟ لا ما ينفعش زوم لأنه بيقول لك رسالة. مثلا طيب، طيب أو ممكن اللي مثلا بعده، السؤال اللي بعده، تدعو صديقك لزيارتك في عطلة نهاية هذا الأسبوع. اللي عارف يرفع إيده. عمر؟ نعم بس قولي يا عمر. معلمك أو الشخص. لا لا يا كوكي مش يا كوكي، اقفلي سؤالي، المهيئ. عمر؟ التواصل معاه بشكل جيد، هو هستخدم البرنامج او يعني اه ايوه او شخص مس يا حبيبتي، ممكن بريد تقفلي المايك، الكتروني. تمام، ارفعي ايدك وانا هخليكي تجاوبي، بس اهم حاجة لازم ترفعي ايدك الاول. كملي يا عمر. ولا مانا ال هو عايز اسم مس البرنامج يا عمر. ال يلا يا عمر. واتس تمام، او اي طبعا وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي هتكون كويسة. اوكي يا عمر. او مسنجر اي ما دي كلها وسائل تواصل او اجتماعي. سيجنال فايبر. خلاص يا عمر، شكرا. عمر اللي بقول يا مس عمر. عمر بس عمر اللي جاوب السؤال. ماشي، آخر آخر سؤال. تشارك أفكارك حول نشاط مجتمعي أو مدرسي. ريحانة اتفضلي. تمام يا مس. نشاط في المدرسة؟ لا، خطتك اللي حصل نهاية الأسبوع. لا احنا في سؤال جيم. تشارك أفكارك حول نشاط مجتمعي أو مدرسي. هستخدم إيه من وسائل التواصل الاجتماعي؟ هستخدم إيه قصدي من وسائل التواصل على الإنترنت؟ مس خطوط لعطل نهاية الأسبوع. لا احنا مش في السؤال بتاع عطلة نهاية الأسبوع، احنا في السؤال اللي بعده. انا فهمك يا مس، انا في سؤال الجيم اللي هي تشارك افكار حول نشاط مجتمع او ايوه هو المدرسة. بقى بيقولك، هو بيقولك هتستخدمي برنامج ايه. هستخدم برنامج زوم. ماشي، ممكن نستخدم برنامج زوم لو احنا في ميتنج زي كده وانتي بتقولي افكارك، مفيش مشكلة. بعتلك يا مس إجابة على الشات. اوكي تمام، حلو جدا، ممكن نستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، برافو. طيب يا شباب، الواجب هيكون صفحة كام؟ صفحة 17. هبعتهولكم برضو على الجروب. ولو سمحتي بس يا مس بعت الكتاب على الجروب، كتاب الكتاب بيتباع. كبير عشان أيوة اقراه. ببعته دلوقتي. تمام. تمام يا حبيبي. حد عنده أي سؤال قبل ما نقفل؟ لا يا مس شكرا. تمام، مع السلامة يا شباب. تمام يا مس.